مرحبا بمقدم جلالة الملك سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد القطري وأصحاب السمو الشيوخ عبد الله وخالد وجوعان. ومن شأن زيارة العمل الرسمية التي واصلها صاحب الجلالة بدولة قطر أن تعطي دفعة أقوى للعلاقات المغربية الخليجية المتميزة، والتي تمثل فيها العلاقات المغربية القطرية نموذجا قويا تمت ترجمتها خلال السنوات الماضية بمزيد من مبادرات التعاون المشترك في العديد من المجالات الحيوية، خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية. صورة تتصدر الديوان الأميري لمدينة الزبارة التاريخية، يرجع تاريخ نشأتها إلى القرن الثاني عشر الهجري، خضعت للترميم في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. بعد مراسيم الاستقبال الرسمية أجرى صاحب الجلالة حفظه الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في الديوان الأميري بالدوحة مباحثات ثنائية مع سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، حضرها سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي عهد دولة قطر. وقد همت هذه المباحثات على الخصوص علاقات التعاون بين البلدين وسبل تدعيمها وتطويرها في مختلف الميادين، كما تطرق قائد البلدين للتطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية. وقد أقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر مأدبة غذاء رسمية على شرف صاحب الجلالة. وقد حضر مأدبة الغذاء الرسمية عن الجانب القطري ولي عهد قطر سمو الشيخ تميم وأصحاب السمو والشيوخ عبد الله وخالد وجوعان ورئيس مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة حصاد الغذائية
ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري، ومدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. كما حضرها عن الجانب المغربي أعضاء الوفد الرسمي المغربي الذي ضم مستشاري صاحب الجلالة عمر عزيمان، زليخة نصري وياسر زناقي. كما ضم الوفد أيضا السادة سعد الدين العتماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، الحسين الوردي وزير الصحة، فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وسفير البلدين بالمغرب السيد عبد العزيز بن عبد الرحمن السبيعي، وسفير جلالة الملك بالدوحة السيد المكي جوان. تأتي زيارة العمل الرسمية لجلالة الملك التي يقوم بها حفظه الله إلى الدوحة لتعزز تلك العلاقات وتعبر عن مستوى تقدم هذه العلاقات واستشرافها لآفاق أكثر عمقا، وتبرز ما وصلت إليه من مستوى مرموق بفضل الإرادة المشتركة لكل من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. ويرافق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، مودعا جلالته لدى مغادرته حفظه الله الديوان الأميري، محاطا بسمو الشيخ تميم بن حمد آل خليفة آل ثاني ولي العهد القطري وأصحاب السمو الشيوخ عبد الله وخالد وجوعان، وذلك بعد استقبال رسمي ومباحثات ركزت على ما يؤمن تطوير علاقات البلدين الشقيقين المغرب وقطر اللذين يحرصان على تعزيز علاقاتهما لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، وكما يريدها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.